Jagaul ajun staja ahli gopura tandretan datang ke lingkungan kali to staja ahli gopura ring sepo mata kaul ajun staja ahli gopura tandretan masyarakat desa Bendelan dan sekitarnya. Mobil khusus ahli gopur dari tuan rumah Bapak Kepala Desa Tretan Bambang Hartono sekeluarga satretanan setujana. Juga khususon dekasi abebet desa Bendelan. Bujuk kalim lake, bujuk kalim bini, bujuk rina, bujuk wangi, bujuk tol, bujuk potelos. Khususon dek almarhum para pemimpin Bendelan. Pak Tenggi almarhum Pak Tenggi Marun Mudilan Pak Tenggi Mudilam Pak Tenggi Haji Abdul Qadir Pak Tenggi Hornadi wa furuhim wa usulihim taqamadahumullah bi rahmatin wa maghfirati min Allah wa ridwan juga istaja ali ghafur para tandretan perangkat desa sedayana aparatur pemerintah sedayana وفرحهم وسلهم تقمدهم الله برحمة ومغفرة من الله ورضوان لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا لك المرحوم تيكون بق سرجو الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة لعظمة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله المهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسلم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي إلى حضرة الحبيب أنيس بن علي بن علي الحبشي إلى حضرة الحبيب علي بن علي الحبشي إلى حضرة الحبيب أحمد بن علي بن علي الحبشي إلى حضرة الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقافي إلى حضرة الحبيب عبد القادر بن أحمد عبد الرحمن السقافي إلى حضرة الحبيب جعفر الشيخان
السقاف العبد الحبيب صالح بن محسن الحميد والعبد الحبيب عبد الله بن صالح بن محسن الحميد والعبد الحبابة فاطمة بنت حبيب صالح بن محسن الحميد والعبد الحبيب حسين بن هادي الحميد والعبد الحبيب علي زين العابدين بن حسين بن صالح بن محمد بن أحمد بن محمد المهدار والعبد الحبيب محمد بن حسين الحدار والعبد الحبيب منذر بن فؤاد المساواة والحضرات جميع الحبائب وفروعهم وصلهم لغمدهم الله برحمة ومغفرة من الله ورضوان خصوصا لك المرحوم أستاذ إريادي بن استجه فراء المرحومين المرحومات لله ريبون وفروعه وصله لغمدهم الله برحمة ومغفرة من الله ورضوان ثم إلى أرواح والدنا والدهم ومشايخنا ومشايخهم وأموالنا وأموالهم وأموال المسلمين أجمعين الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن حضر ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأموالنا وللمواظبين على هذا العمل ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله ينور القلوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويلطف بما جرت به المقادر ويهون علينا كل عسير ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويرضى الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جامعة لكل نية صالحة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكرام الفاتحة. ثم إلى حضرة نبينا الخضير أبي العباس بل يا بني ملكا عليه السلام ثم إلى حضرة نبينا إدريس ثم إلى حضرة نبينا إلياس ثم إلى حضرة نبينا عيسى عليهم السلام ثم إلى حضرة بحر الشفاعة سيدنا المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن الذي أنعمت عليه بالمغضوب عليهم من الضالين آمين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخضب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب
محمد الله عليه يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد صلى الله عليه صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد صلى الله عليه الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد عوق صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولد الهدى فالكائن تودي وفم الزمان تبسم وزنا Oh.
ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم وثناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن وفم الزمن تبسم وثناء تبسم وثناء الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء الهدى بك جاء ولد الهدى ولد الهدى صلوا على النبي محمد
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفروا عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وانضوى عليها علمة وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان
سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. جل الحق في عالم القدس الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالى، يا لقلب حبه قد توالى بحبيب عما الأنام نوالى، يا لقلب شوقه قد توالى بحبيب عما الأنام نوالى. جل من شرف الوجود بنور، ومر الكون بهجة وجمالا، قد رق في الحسن على مقام وتناى في مجد وتعالى، لاحظته العيون في مجد لده بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. فهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يلور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلي وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نور المصطفى
روح الأكوان روح الأكوان المصطفى نور المصطفى أعلى الأكوان أعلى الأكوان نور المصطفى نور المصطفى سر الأكوان سر الأكوان نور المصطفى نور المصطفى أعلى الأكوان أعلى الأكوان نور المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى أعلى الأكوان أعلى الأكوان نور المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان المصطفى نور المصطفى أعلى الأكوان أعلى الأكوان غريتو ريسبون بعد انجي يا تر غريتو ميري غريتو Putrana Pak Tinggi Bambang Kento si nomor senapa? Tabah, tabah, nomor, nomor telok. As nyamain Ahmad Dinul Mujtaba, Nurul Mustafa, Huwal Mujtaba, Ahmad Dinul Mustafa, Ahmad Dinul Mustafa, kemana Nabi pilihan? Akomoni Nabi pilihan. Lebar kali itu. Kali yang sepon apa tinggi. Mujtaba mantan muka tetekin anak susali. Nurul Mustafa. Mustafa. Ala al-akwan. Ala هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى على الأكوان وسلم وبارك عليه وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تزمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده
وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرًا كثيرًا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة أكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يرتسم بها روح المصلي عليه به، صلاة يرتسم بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويغضب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه، ما أطهر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل وتعم على جمعا ما بدأ
Yeah.
يا رسول الله يا
حبيب الله محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه اما بعد فلما دعا لقد ارادت الله في العلم القديم بظهور أسرار تخشيش البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التشوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل لوش الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أزلي إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجد شوقي إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد أنى للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المدع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري
رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. وقد عددت الروايات. Pertama kali yang wujud dari seluruh ciptaan Allah. Artinya Kanjeng Nabi kanto pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena diciptakan oleh Allah maka wujud ada. Wa asyrafuhum mauluda, dan paling mulia kelahirannya. Anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan mauluda. Kanto paling mulia Kanjeng Nabi. Seluruh yang dilahirkan yang mun dilahirkan ini kan berarti bayi beni pak bapak bayinya mana. Seluruh yang dilahirkan maulud bayi kang den lahiraken, anak kang den lahiraken, anak se'e lahiraki paling mulje nih kan Gusti Kanjeng Nabi. Wa asyrafuhum mauluda. Jadi janggolang seborana benih asolawat meloloh, tapi juga selain abe maca solawat juga maca molot kento canreng medhureh gauke mon bahasa Arab pak ini kah maulud. Wa asyrafuhum mauluda maksudnya maca molot, maca anak seelah heraki, maca bayi seelah heraki, maksudnya maca Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kah bisa kocak lebihan ben ngaji. Sana usah tak paham, pokok gelem nyimak, gelem mirengakin oleh manfaat. Salah tak ngerti, tak ngidingaki. Pokok gelem ngidingaki, tak kalau tak ngerti oleh manfaat. Bahkan lai bocah. Wa la'allallahu yanfa'u bihil mutakallima. Menowo la'ala kebele masalah ada Allah wa la'alla Allah muka-muka Gusti Allah ni kan apa yang manfaat kalau bersebab ni kan bihi sebab Kanjeng Nabi abah maca solawat maca molot maca solawat ni kan asolawat dek Kanjeng Nabi nalekan abah asolawat ngereng Gusti Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya saungguna Gusti Allah ben sadaja para malaikatah terus-terusan asolawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhalladzina amanu ini kasih resi adabu ini Gusti Allah. Hei orang yang sepada iman sallu maca asolawat ben kapi aja ngomong dewe. Nek arepe jagongan ya metu dhisik engko lewis mari mlebu omane ngono. Niser gak selain kanan kiri bendelen kento ngaduk jamaah ngaduk bendelen almarhum Ustadz Eryadi melang gula tawasulin bisan gula termasuk perintis Ustadz Eryadi kento ngaduk 2006 gak sak ngaduk karena abid pon kita pegel boleh. Sambung boleh pun Pak Tinggi ini kan. Dengan gula ini kan, ini balai desa bendelan, ini buru mangkin ini kan. Ini mantar jadi telah desa ya. Pokok gelem ngeding akin,
oleh manfaat. Lantas kata ngerti. Wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima wassami. Mutakallim orang yang saya macah, wassami orang yang saya dingaki. Faham pun kau tak muduk lambak biring tua. Karena orang sepo tadi biaya tak tahu apa je kok. Tak ngerti apa-apa tulisan dia mengak cacing. Keng gelem ngedingaki oleh manfaat. Fayadukhulani fi syafa'ati hadhan nabiyyi syafi. Orang yang segelem macah, orang yang segelem merengakin, maka bakal masuk dekat golongna orang-orang yang oleh syafa'atah hadhan nabi, nabi ini. Hadhan nabiyyi syafi. Hadha, nabi ini. Berarti kanjeng nabi pada kanjeng. Ini karena tak pada. Wa yatarawahani bi rawhi dhalika na'im. Sallu ala Nabi Muhammad. Bendelan kain itu dimin telo pikap telo sefrole dimin. Dimin. Ia ngada. Ia karena kemauan ngani kajan. Salawatan kain itu beda dua macam. Beda salawatan zikir. Beda salawatan. Ngani ke salawatan zikir. Sambi asolawat, sambi macah molot. Macah salawat, macah molot. Macah gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki materi beda manfaatnya. Cet engki. Solawatan kita beda dua. Beda dua macam. Beda solawatan se zikir, maksud zikir ni kan ngak-ngingak. Ya Allah, cek bela sajunan. Dek abtina. Sebab lantaran dari aku gak bela sajunan dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga abtina ampun era cek iman sarang abtina. Pas ia ajak sarang ajunan. Solawat arang sarang dek kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini mikirnya man, solawat zikir. Beda solawat hiruah lainnya. Tapi beda mantermu kepada manfaat. Cara yang rukun iman saya terakhir nih kah? Kenapa? Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Fokus juga dari Gusteh Allah. Iman termuka sami-sami ibimbing. Jaga raksa bergusti Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak aja kalau apa yang khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Muka-muka sami selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kita kisahkan nasa kalisan misal. Menengah Al-Ghafilin nalaikan solawatan berlangsung. Mulai dari tawassul pertama sampai lastari solawat. Sampai sebelum nabu debu sobung si arokok. Bini tenggulu tak tujana rokok. Cek tujana. Ini ngempet nih kah. Jadi mun bedah amik bedah sejelok. Cek nengi dalem mun rokok. Keluar kada. Bek jauh. Jauh jongku. Pokok lah keluar lah dari nari. Mari tobuk. Arokok jolon. Masuk boleh. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Anapa maksud nikah? Ya ada kan baca gila. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Rona orang yang solawat asampung sarang rona kanjeng Nabi. Masa tak aku akhlak? Ngosorilah. Rona orang yang solawat kan mulai gila solawat. Asampung ben rona kanjeng Nabi. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Pasar rokok. Dekki ben rokok bi gula tore. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngosorilah. Wan terus. Sallu ala Nabi Muhammad. Masa nak lekan sampung sampai ngepul marena. Haram gula nyanggu ni, nyanggu gula rokok. Ya, rokok. Kari goreng, rokok pada mobil. Ayo gue. Mon goreng beda, tak pada aja ya. Tuang rokok ya kan. Ini malah tak ngusok, ya. Mengusok kan tekas tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Walamma kanat sa'adatul abadiyah. Walamma kanat sa'adatul abadiyah. لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم
ونوح وإبراهيم عليهم السلام حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم أبانا كانجين نبي الكريم سمولجة mun pas beda orang sing ngocak kanjing aban kanjing nabi setu dalam kebadan tak islam dalam kebadan tak iman kene ka ngaji na tak khatam ngan ken sa gara alif ba ta sa dak sampe iya ya ila man khassasathu bit takrimi abihil karim abdillah ibni abdul muttalib aban kanjing nabi semulje al karim Abdullah Asmana Said Abdullah bin Abdul Muttalib Zil Qadril Azim sing agungin takdir sing agungin keagungan ya orang-orang pelian baca tambon sallu ala nabi Muhammad kan beda kubu sebelah jadi aban kanjing nabi ini ka setu dalam kebadan tak iman ini ka bon ngajina tak hatam mun tak hatam duit toro sini ya dorok norok sehatam kati Habib Ali sejelas sallu ala nabi Muhammad wa ummihi allati hiya fil makhawif aminah as-sayyidatil karimati aminatuz zuhriya sallu ala nabi Muhammad فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمتها شأوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم سلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على قلبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاء جواهره كنوزه وكل دابة لقريش نضقت بفصيح العبارة معلنة بجمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضنخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البنيات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنبله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا دار يا مسجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه ورابا يا ملا الزهراء
وانا مالي
المختار في يوم
عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب حسن الخواتم واستسقى الأمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمد يا عدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الأمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك الظالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق وتلين وعلى آله وصحبه ومن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح وتنطلق وتلين وتصحب وعلى آله وصحبه ومن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في خير ولطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم يا نور ونورنا به. اللهم يا طيب وطيبنا به وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المخدر وآله الأطهار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغني بها المطالب والمقاصد وتكفيني ببركتها شر كل عدو وحاسد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. فحين قرب أوان وعد هذا الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر.
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله المؤبد يا نبي سلام عليك يا رب
الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل الشكر علينا ما دعا لله
مرحبا مرحبا سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الأرواح منا للقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع لأن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكحولا مقضوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عنه من شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله
فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد استصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابة البطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم أحلاكه سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له لك السهل واللفت مهتوي على معنى الجزل، إذا دعاه مسكين وعجابه إجابة معجلة، وهو الأب شفيع شفيق رحيم باليتيم والأرملة. وله المعاشه التي أحلاكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس أقوياء من البرية، ومن نصر به تعترت الطرق والمنازل، وبعرف دركه تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف حبيبي وسعنه، وله الأولى في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أحدت على نجم السهاب عنانه. صلى الله عليه. بسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم، صلى الله عليه، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فأسنى مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كما يسن تقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا هادي ويا عليم، يا خبير ويا مبين، يا هادي ويا عليم، يا خبير ويا مبين، يا هادي ويا عليم، يا خبير ويا مبين، يا هادي ويا يا كافي ويا غني يا فتاح ويا رزاق، يا كافي ويا غني
خير يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تقدم للخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا حي يا الله يا إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طه الذي لولاهما خلقت أرضا أو سما طه الذي لولاهما خلقت أرضا أو سما فرج إلهي كلما أهمنا وقدرا ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا لا ورر واختم لنا يا ربنا Oh.
لنا على من قاد رقى عند العلا وصلنا لنا على من قاد رقى عند العلا سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني ولقوة الإيمان والإسلام على طريقة أهل السنة والجماعة النهضية ولحلاوة الإيمان ولحقيقة الإيمان ولصحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والأولاد ولكل نية صالحة وحسن الخادمة وحسن الخادمة وحسن الخادمة ولصحب البرد رضي الله عنه ولقضاء حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى صاحب البيت صاحب الحاجة صاحب الكنتر وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Mohon bantuan doa ditujukan kepada Inayah yang sedang sakit dari Desa Dawuhan Tenggarang. Mohon bantuan doa ditujukan kepada Azizah Bu Faruk binti Suparto, Desa Dawuhan RT 2 RW 1 Tenggarang, tadi sore telah berpulang ke rahmatullah. Taqabbalallah bi rahmatin wa maghfiratin min Allah wa ridwan. Mohon bantuan doa ditujukan kepada Muhammad Zidni Ilman Nafi'a yang akan mengikuti tes amfilati di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Semoga Allah memberikan kemudahan, keselamatan, kelancaran, kemanfaatan, serta keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sakit mudah-mudahan sesongkan gadinto ya bareng nasa berikhlas, ya bareng namangki tampenah obatah cemunah, ya bareng nabarus sehat walafiah. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh niat baik kita, niat baik tuan rumah, Bapak Kepala Desa Bendelen, Bapak Bambang Hartono dan seluruh perangkatnya beserta seluruh rakyatnya, seluruh niat baiknya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang telah disedekahkan baik walaupun hanya berupa air segelas, seluruhnya mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amalan solihan makbula dan diganti oleh Allah kalaben kentian selangkong sampurna tor barokah itunya kong langkong pakik neng akhirat.
Amin ya Rabbal Alamin. Mohon bantuan doa ditujukan kepada Ananda Fatimah Mutiah Ahmad. Ananda Fatimah Mutiah Ahmad yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Bondowoso. Semoga sehat walafiat, semoga diberikan kesembuhan, panjang umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seluruh urusan kita, persoalan, permasalahan kita, urusan dunia, urusan akhirat, lebih-lebih mudah-mudahan seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kita tetap dalam bimbingan Allah, selalu dalam petunjuk Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun dan siapapun kita punya harapan besar, peluang besar untuk menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat, untuk menjadi umat Rasulullah yang dibanggakan oleh beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selamanya tak terbatas oleh waktu dan ruang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak kepuasan beliau, tidak rela satupun dari umatnya yang tercecer di neraka. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Hadrat Maulana Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kita ditetapkan menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang bernasib baik dunia akhirat, hasanah fid dunya wal akhirah, sa'idun fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan seluruh kita ditetapkan menjadi umat, menjadi sebaik-baik umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat kita cintai ini, dari desa yang terpencil, Desa Bendelen, kita berdoa memohon kepada Allah, arakes dengan Gusti Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Desa Bendelen ejegeh sareng Gusti Allah, epa barokah ben Gusti Allah Subhanahu wa taala, dari Bendelen terus sampai dega negara Indonesia. Mudah-mudahan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemahripah lo cinawi. Amin ya rabbal alamin. Annallaha yahfadzu baldatana Indonesia khassah wa sa'ira buldanil muslimin amma min jami'il afat wal ahad wal adhiyat wal baliyat wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma badan, wa annallaha yarhamu jam'ana hadha wa yanzuru bi 'ainihi ar-rahimah wa yarzuquna husnal khadimah 'inda al-maut ba'da dulil 'umri fi da'atillahi wa ridah fi khairin wa lutfin wa 'afiyatin wa salamah wa 'ala ma nawahu aslafuna as-salihun fi mithli hadhihi al-munasabah wa ila hadrati ar-rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malikiyawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sabluna badan kaula dan seluruh kita mirengaki budebu, mirengaki pangajian. Sekemas kalaban budebu sareng kakanda Mas Ahmad Saifullah Nur Khalil. Terlebih dahulu langkong dimin ngireng kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Kepala Desa yang akan disampaikan langsung oleh panjenenganipun Bapak Bambang Hartono selaku Kepala Desa Bendelen. Salasterena Pak Tenggi sambutan langsung ya terosaki sareng kakanda Mas Ahmad Saifullah Nur Khalil kangkui apareng ilmu dekaula ajunan seteja salasterin beliau ya terosaki terakhir sareng Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haddar seperti biasa memimpin pemausan doa Maulidul Habsyi Simtud Duror untuk selawatan malam Jumat yang akan datang bertempat di Desa Kejawan. Kejawan lagi, Kejawan Kerajan. Kediaman Pak Faisal Surai. Desa Kejawan. Ancar-ancar
sebelum POM Gerujukan Kidul ada jalan masuk ke barat atau ke kanan kalau dari arah utara, kalau dari selatan ke arah kiri. Atau otabe deki bedecakan capar lengkapan, senoku tong pentong, alias lampu tongket kaisa yang membantu kita mengarahkan menuju lokasi solawatan. Moga-moga setiap kau lajunan hebarina sehat walafiah, hebarina berselamat, lajang umur barokah umur, hebarina gempang rezekina halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه وعلى الضالين امين يا الله يا رب العالمين mancing lagi ngira ngesokan mancing mancing melewat dang si budi kepada bapak kepala desa Bambang Hartono disilahkan sallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipetan gula mulja aki guru petan gula serang ajuan sedaja Engki Kadinto Habib Ali Al-Haddar bin Hussein Cuken Sipetan gula mulja aki Engki Kadinto guru Petan Gula Serang Ajan Sadeja Kiai Mas Hizbullah Nur Kolil Cukan Si Petan Gula Mulja Aki Guru Petan Gula Serang Ajan Sadeja Engki Adinto Kiai Mas Saifullah Mas Hizbullah Nur Kolil beserta rombongan dari Pojokati Cukan Si Petan Gula Mulja Aki Sedaja tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru ngaji, si ampun hadir tempat Kak Dinto, Kak Dinto, etisah bendelen, cuken, si petang gula mulja aki, sedaja nah, masyarakat tisah bendelen, cuken, jemaah, solawat al-gofilin, si ampun hadir, tisah bendelen. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat rahmat dan hidayahnya badan kaulah sareng ajunan sedaya bisa hadir di tempat kadinto dalam rangka salawatan al-ghafilin dalam keadaan Islam tol iman amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Badan Kaulah ngucapin terima kasih atau kesoon si Raja Dekas Deja Tantetan Bendelen si Ampon ikut berpartisipasi menyumbang sedikit makanan dalam rangka sholawat Ngadinto. Semoga amal sedaja Tantetan Ngadinto eterema serang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukan Anapa gula mak ngatur selawatan karena cek teron emang bendelan cai pon debun masih sebulan kira terakhir tahun 2006 cai pon gini etong mun tahun 2006 semangking adinto ampun langkong 14 tahun gini 14 tahun adinto ampun lanceng mungku sekolah pun para lulus SMA ki semangken catang badan kala insya Allah sambung pole dimin saya pun debu terakhir saya ngatorin almarhum Ustadz Eryadi atau Pak Guru Eryadi ki semoga almarhum beliau segala amal ibadahnya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni. Amin ya rabbal alamin.
tahun semakin disah bendelan seh ngikuti selawatan itu insya Allah seaktif pak orang semakin setong tok mal tok setong share setong itu kibatan gaul lah tok mal tok hadir kia paling hadir cuma mun Jumat manis kaca gata itu pun deng kadeng ki seboran share aja engki petong ini kejawan ini ya insya Allah hadir amin amin cukan badan gue sepuluhan sahajir gitu kan sudah jemaah si hadir amik beda kekurangan atau kekeliruan cukan tidak akan menitiyaki sepuluhan sahajir gitu mi dari badan gue lu serang cekancah perangkat bisa ikut membantu mi berkekurangan dari gelek dari persiapan buatan gelus sepuluhan serajegi karena apa ki karena cakan caprangkat serang buatan gula emang kol telok gila emang seruak kompol nanging ki beda kegiatan selain akhirnya nyampe gabelai telat ki sepuluhan serajegi mungkin sekat dintor di buatan gula kurang lebihnya gula nyon sapora. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du para habaib, para masyayih, para kiai, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat sedaya saya beten kaulah amul jakin wa nakhussu bidzikri Al-Mukarram wal-Muhtaram Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Haddar sifatan kaulah sangat amul jakin Al-Habib Hadi sifatan kaulah amul jakin cukan sarang seteja para masyayih, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat toga, tokoh agama Thomas, tokoh masyarakat tongan, tuku bangunan tongan tuku perajangan. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin hadirat muslimin musliman nahdiin nahdiat warga NU sebetulnya kaula muljakin terjukur mantar muka selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan rumah, tuan balai, Bapak Bambang Hartono yang kami muliakan. Sedayana aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri seluruhnya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat muslimin muslimat juga komunitas keluarga besar Majelis Solawatan Al-Ghafilin.
dan juga seluruh masyarakat Bindulen. Oh, Bendelen. Bendelen. Seterusnya masyarakat Bendelen yang tak Bindulen. Seterusnya masyarakat Bendelen yang berbahagia, bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, sebutan kaula muljakin, bukan hanya kita manusia, benih namong kaula ajunan yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenggulah maca bahasa Indonesia nah, terlebih dahulu bahasa Indonesianya akan saya baca, kemudian bahasa Inggrisnya. Ketika Nabi yang lain ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kata monggo kita sedoyo sarong-sarong, reng-sareng dulu, mon jepe kan oba, oh. Sarong-sarong, belum buka. Nah, ngelikik. Bener, karena berdulang gitu, celep ya. Ngelikik, atis. Celep dingin, atis nak, celep, tiris, tiris. Apa lagi bro? Oh, niat ngaji, hengki, niat ngaji, niat ngaji. Apa napa sebab? Karena dengan kita ngaji, nika agar kita tahu letak kekurangan, kejelekan, keburukan diri kita sendiri. Dengan kita ngaji akan mendapatkan ilmu. Maka dengan kita mendapatkan ilmu dengan cara ngaji. Dengan cara ngaji kita akan bisa mengoreksi kekurangan, keburukan, kejelekan diri kita sendiri. Dengan kita ngaji bukan mau mengoreksi kekurangan, kejelekan, keburukan orang lain. Justru semakin kita rajin ngaji, semakin kita banyak mendapatkan ilmu, maka kita akan semakin dianugerahi oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk bisa mengoreksi, tineliti kekurangan, keburukan, kejelekan diri kita sendiri. Allahumma sholli Muhammad. Kalau kita sudah tahu kekurangan, keburukan, kejelekan diri kita sendiri, maka kita harus punya hiasan. Harus punya hiasan. Apa hiasan? Bunga. Bunga, bunga ini adalah hiasan untuk mempercantik ruangan. Yang kini punten. Hiasan petitan. Jadi di rumah bapak-bapak, ibu-ibu ini di ampirnya itu, di tiras-tirasnya harus ada petitannya. Biar nampak kelihatan indah, cantik, menawan, sejuk dipandang, pernah lebur ya besakin. Allahumma sholli Muhammad. Ingat serodung ibu-ibu muslimat kadang jilbabnya kan beda tergeletir. Ingat bulumbul. Kadang reng mireng benina pegura-gura kak tergeletir. Allahumma sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lah kita manusia ini kan juga ada hiasannya. Apa hiasannya? Tikeran. Apa hiasannya kita manusia membaca solawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita pantas menjadi manusia, maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah atikir, cek banyak konser. Jelas. Allahumma sholli Muhammad. Agar kita pantas menjadi manusia, perbanyak atikir, cek banyak konser. Paham ini? Pabanyak mau selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita pantas menjadi manusia. Zikir ini artinya nyebut, banyak menyebut, banyak zikir, banyak menyebut. Siapa yang harus kita sebut? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pantas kita sebut? Kekasih Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ibu mau menyebut suaminya, silahkan. Kena bukan? Lah kena abi tak mulai. Sebut tak apa? Saya zaman lah kena Miss Jo umpama.
Miss Jo, ya Miss Jo. Abi tak boleh sebut. Tapi mun lagena suami-suami yang tipe-tipe setia seperti saya. Geluna. Tapi mun lagen brakun tedung melolo. Iki alakko tak alakko. Brakun ngapa ngerokok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka dunia yang kita tempati saat ini, dunia yang kita tempati saat ini adalah tempat kita menyanjung manusia yang paling agung karena memang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Yulang apa boleh? Dunia yang kita tempati saat ini, kenapa kita menempati dunia saat ini? Karena kita masih hidup. Badan kita, jasad kita masih bernyawa. Ngene punten. Maka kita berada di alam dunia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah jasadnya, badannya tak bernyawa, jangan sekali-kali berada di alam dunia, tapi silahkan ngali dekat alam kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita masih berada di alam dunia, maka dunia yang kita tempati saat ini adalah bukan untuk kita disanjung. Maka pantasnya kita adalah menyanjung, bukan disanjung. Pantasnya kita adalah menyanjung, bukan disanjung. Menyanjung siapa? Manusia yang paling agung. Siapa yang mengagungkan? Gusti Allah yang Maha Agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pantasnya kita sebagai manusia, agar kita pantas menjadi manusia, maka banyaklah berzikir, banyaklah menyebut, banyaklah membaca solawat dan salam, banyaklah menyanjung kepada manusia yang paling agung, karena memang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, maka kalimat pertama yang dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam adalah kalimat syahadat yang berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nalaikan Nabi Adam ketolah stare selesai dalam proses penciptaannya, maka yang dilihat pertama kali, seyolatin pertama kali sareng Nabi Adam alaihissalam, engke kadintoh adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapakah sosok Muhammad itu. Pertama manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Makpun bodoh nyaman Muhammad. Posera Muhammad kadinto ya Allah, matur Nabi Adam alaihissalam. Lalu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Adam tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir, nabi terakhir, rasul dan nabi penutup, penutup para rasul, para nabi. Dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia di antara para rasul dan para nabi. Umat Rasulullah
juga diberi kemuliaan atas umat-umat yang lainnya. Allahumma shalli Muhammad. Tetapi itu wakin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, nabi yang paling mulia, penutup para rasul, para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya pun umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Allahumma shalli Muhammad. Kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain, maka agar kita pantas menjadi manusia, perbanyaklah menyanjung manusia yang paling agung, karena memang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia, Nabi Adam, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia cukup ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Adam memohon kepada Allahnya, on bu ka Gusti Allah, sapa aja tak usah teti nabi pon, teti umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bein. Tapi permohonan, permintaan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menegur. Jadi Nabi Musa sampai tegur ben Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena duri teronah Nabi Musa setia umat Gusti jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa ben dewasa, Adam bendelen ada setero. Du lahir dari lima. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Musa ridho dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepadanya. Banyak nabi-nabi ini kan memohon kepada Allah agar bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun satu pun tidak ada nabi yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi permintaannya, permohonannya untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tidak ada satupun nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan nabi, Pak? Nyon atua ka Gusti Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad ditolak oleh Allah. Ini kapan nabi? Napa boleh pula wali? Wali murid, wali imaan, wali walidayah, libeli sedayah, wali kota. Ini kapan nabi tolak ban Gusti Allah untuk menjadi nabi, umat Nabi Muhammad. Nabi, wali, bupati, Pak Tenggi, beri i gini kan, kamping. Ini kayak tolak ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa Nabi Ibrahim punten, ternyata Nabi Ibrahim permintaannya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menolak permintaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir dari garis keturunannya. Janji Gusti Allah Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi akan dilahirkan dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu, nama Nabi Ibrahim juga akan selalu disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata jelas, Pak. Ini kejanji Allah. Dari saking teronah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun permintaan Nabi Ibrahim ditolak oleh Allah, tapi dari satu sisi nikah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dikabulkan berupa garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nama Nabi Ibrahim akan selalu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
setiap hari, setiap malam. Ngene punten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Menyebutnya bukan hanya apa di tempat dan waktu keadaan yang biasa, tapi dalam keadaan yang luar biasa, yaitu ketika kita berada dalam sholat. Allahumma shalli Muhammad. Oleh karena itu ketika kaula ajunan kadinto as-sholat pasteh maca sholawat. Mun orang asolat pasti maca sholawat. Allahumma shalli Muhammad. Jadi mun tak asolat tak maca sholawat. Sholawat ini gak maksudnya. Makanya kan itu sholawat yang paling disukai, yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli Muhammad. Mudah-mudahan seluruh anak kita, keturunan kita, dan kita sebagai orang tua, masyarakat bendelan sederhana, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah sholat dan sholawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baru kadinto kaula ajunan ingki ruh kita cepon alek gelek Mas Muhammad Hizbullah Nur Khalil, maka sholatay yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ruhul musalli, ruhnya orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu yattasilu, akan selalu nyambung, sambung sinambung ruh kita dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu kita faham betul, benar-benar faham, betul-betul paham ruh kita sambungannya kemana, maka kaula ajunan tak kira bekal in mainan ketika abu asolawat. Engkina punten tak kira keje, tak kira alir alentang aurjek, tak kira. Engkina punten karena sambung nak ruh kaula ajunan ni oning abu pun solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Maka disunnahkan angkat tangan, bukan ditembak, ini angkat tangan untuk aduh. Matur muka ruh kita, anak keturunan kita, leluhur kita terus nyambung dekat ruh aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seporan jangkolan mungkin ini tambahan keterangan bedesean seperti semangat kata gula spirit ini mata ngaturin solawatan al-ghafilin. Nggih beni tenggule menyampaikan panjenengan sobat aja ngunjung selawatan kalau film bunten, sorry. Salah sorry ki pakai layau. Sorry layau. Bunten nika mungkin iki untuk napa ruh kaula ajunan nika sambuga kakak emah. Ruh kita ini mau kita sambungkan kemana? Agar kita tidak rugi petepak sambung nah iki bunten. Mata ngunjung selawatan kalau film tedek ji duduro setia. Salatan yattasilu biha ruhul musalli ala al-jidur. Allahumma salli Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini beda jidur kata ini. Seru tapung kita pu, seru pekol pekol. Nampak jangan senyoro nak anak. Seru esai berkat, wow banyak osan ni kan. Allahumma salli Muhammad. Mudah-mudahan ruh kita yang kisah nantiasa bersambung kepada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Dinto mohon maaf banyak pengumuman ini. Permohonan bantuan Fatihah. Assalamualaikum, mohon sambung doanya Mas. Titip didoakan jamaah sholawatan.
untuk kami Satgas Raider 514 Sabada Yuda. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bertugas di Papua, yaitu dari Bang Ince, Bang Hussein, Bang Ince. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran dan keberhasilan. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Wairil maudubi alaihim aladzol. Amin. Ya Allah. Ya Rabbi Alamin. Terjukan dari Bang Ragil Kadinto. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nitip salam buat seluruh jamaah yang hadir dan yang tak bisa hadir. Semoga lewat perantara majelis solawatan Al-Ghafilin, seluruh hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya barokah penuh dengan ketaatan. Dan semoga lewat perantara majelis solawatan Al-Ghafilin menjadi sebab menjadi umat terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seluruh para penegak bangsa, para keamanan, ini bapak polisi, seterusnya tentara, terutama saya tugas neng Papua saat semakin Bang Ragil, Bang Ince, Kadinto, saya WA, mudah-mudahan seluruhnya dianugerahi kesehatan, keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Cukun ada salam, beda salam dari Habib Abdullah bin Muhsin bin Ali bin Abdullah Al-Haddar. Saya saat semangkin Habib Abdullah sedang berada di Bogor, Jawa Barat. Beliau titip salam, tak bisa Rabu dekat solawatan malam semangkin Kak Dinto. Nanging beliau menyampaikan beberapa pengumuman bahwa Rebuh malam Kemis sebekal datang Kak Dinto. Engki menabi tak kelero tanggal 31 Mei. Engki Rebuh malam Kemis Majelis Rasulullah Haul ke-10 Sultanul Qulub Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Dan milad ke-1 Majelis Rasulullah Bondowoso. Rebu malam Kemis bakal datang tempat epon kediaman Habib Ali bin Muhammad Amin Al-Haddar Timur Pertigaan bin Ali Kampung Arab Bondowoso. Timur Patelon sedek lauk ke terminal. Timur Patelon sekonik kadisa deje lorong. Engki matur muga kawula ajunan paringin sempat sehat selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah akan dihadiri oleh kakak epon Habib Mundhir, almarhum Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa Jakarta. Kakak epon beliau itu Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa Dewan Suro Majelis Rasulullah Pusat Jakarta. Juga insyaallah akan dihadiri Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus Khadimul Majelis Rasulullah Jawa Timur. Antar muka kau lajuan paling sempat sehat selamat dunia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kehilafan. Tak langkong nyon sepora ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب syukur dari Gusti Allah kepada si umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadi mampun kebaik setong amal ibadah sepuluh dan Gusti Allah. Amin. Niat kebaik sustas kita elak ni tak ada dosa.
guna niat pribon ni barang punya niat bagus barang yang kita kira kira lakon ni. Ki pagi ini ke bawah ni masyar pun banyak orang yang tempong si masuk ke surga berombongan. Tapi macam selawat. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'an syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik rafi'an syani wa daraji. Fatan ya jiratal alami يوحنا الهدي والكرام أعرف البطحة وتعرفون أن أجر البيت يزعلون ستوب إبريكا dari rombongan نمري rombongan dari فيكاتي anggota مجلس الغافلين dan mereka tanam macam arwah kalau masih kuri masih ular macam ganjan oh dia nak pilih ni datang pun tepeng dah masuk masuk ke pilih surga Alhamdulillah Rabbil Alamin mentan muka bapak kepada desa kita di depan Indonesia umur kebadan sehat dan afiat insyaAllah dan muka tabang kibu oleh tahun-tahun datang kebadan sehat dan afiat على هذه النكول يصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. إلهي لا ستود الفرج سيأهنا ولا محمد يقوله توجهت إلى من سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة المرسولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ الظاهر على باب الذي تحت الرحل فتغشاها من الفيضات الغامرة تتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيدي المرسلين أمدك الصادق الأمين سيدنا محمد رسالة العالمين أن تصلي وسلم على ذات الذات الكاملة السوداء أماناتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المقصد الشرف الأفضل في كل موطن من مواطن الروح والمطر قاتل من ذلك عبادك وسادك وسر رشادك الأهل بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بجعل الخصائص وعلى آله وصحبه وأهل هذا الذكر به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عدد هذا الحبيب من الحاضرين وفي طراز اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحقك من الحافظين اللهم إنا لنا أكمال برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل منا بالغفران والمسيح بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازنه ووالاه وظهره وأمه بمركته
شر مجهده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القبيب جميع أقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا المصورة واكشف اللهم قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين والسجنات بلاد الحق في جميع النواهي والأقطار وأيتهم بتأييد من ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهر المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدقك في الخدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختلنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين. إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم بالقبول وتمام كل سوء المأمور صلاة شان ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأولادنا بناتنا أخوانا أخواتنا من دحك علينا وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله رب العالمين الحمد لله kita semua kompak warga Bendilan juga kompak alhamdulillah mantar muka terus selalu senantiasa kompak fil ibadah arang-sarang de ka suara Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ngireng Habib Ali amin Allahumma amin. Ngireng ketika kita meninggalkan lokasi solawatan ini tetap menjunjung tinggi ahlakul karimah, sopan santun lahir batin. Selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah masing-masing, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه تقبل الله منكم